بانتهاء الجولة السادسة من الدوري الإسباني للدرجة الثانية بيكون الترتيب الأندية الستة الأولى، الميريا 16 نقطة، قادش 15، بعدين ريال سرق أسماء كبيرة، ريال سرق وسطى، فوينا برادا فوين لا برادا رابعا عنده 10، بعدين رايو فالكانو وهويسكا 9 نقاط لكل منهم. ها ريال ساراقوستا وفاليكانو والميريا مصطفى كمان كان بالدرجة الأولى، بس طريقة الاستثمار يعني سمو المستشار الأستاذ تركي الشيء اللي عمله كيف خلى المدينة تتحرك، يعني أنت عم تعمل أهم ماركتينج اللي هو الرياضة، يعني مدينة صغيرة الميريا صحيح على البحر، بس شوف كيف الشعب، كيف الناس، كيف قديش مبسوطين، يعني وهو الاستثمار اللي عمله في لعيبة، حتى في لعيبة صغار جاب لعيبة من مانشستر يونايتد، كان في لعيبة حاطت عليهم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي جابهم، يعني عم يفكر لقدام، وبعتقد الطريقة انه دائما بتاخذ نادي مش رح اقول صغير بس نادي انت تستثمر فيه، ما تحط فيها الفلوس كبير، مثل ما قال بتتذكر في المقابلة عندك طلع سمو الامير رئيس نادي تشيفل يونايتد قال لك وقت عم تستثمر انه هي خطوه طويله، مش انه شغله مصطفى يوم ويومين وثلاثه، هي استثمار، مش انه بس انت بدك تحط فلوسك، الرياضه يمكن تربح بطوله بس اهم ما تربح بطوله انك تعمل مصاري وتعمل ماركتينج وتعمل تسويق لك. ابو سلطان طبعا يعني استثمار زي كذا يعني نتمنى له النجاح، واي مستثمر او اي يعني مالك سعودي لاي فريق زي الميرا يملك معالي المستشار تركي يجب انه يكون متابع من قبلنا الميريا بس انا افضل انه اي مباراه الميريا يبي لنا سنه عشان غيب الميريا اسمها. الميريا سهل طيب خل بس اكمل انا اقول بس اي مباراه اقول لك اخاطب معالي المستشار تركي اقول اي مباراه مهمه ديربي شيء يجب ان يرسلنا تذاكر طيران وملعب ونروح بعدين ادارنا بعيده عن مدريد انا معك 100% أيوة انا دائما هناك بعيده صحيح ايوه اي نعم واقرب كنكشن لها مطار محمد الخامس في الدار البيضاء فلازم التذاكر تصير الرياض الدار البيضاء عاد هي الميره دي والله ما ادري هي مدينه ولا نادي طيب مدينه وحلوه كثير على البحر طيب